نشرة ثانية من يو تي في نبدأها بالعناوين. السوداني يستبق ترأس هولندا بعثة الناتو في العراق بزيارة رسمية لأمستردام، وقضايا الأمن والاقتصاد والزراعة تتصدر الأجندة. 10 محافظين جدد يتسلمون مراسيم التعيين. اختبار تقديم الخدمات يبدأ بتحديات السياسة، والمدن تنتظر التنمية وتنفيذ الوعود الانتخابية. شهدت مناطق في ديالى ووسط وميسان تدفقا للسيول من جهة الحدود الإيرانية، فيما تستعد المحافظات لأمطار غزيرة وفيضانات متوقعة. مراسلو يو تي في ذكروا أن السيول تسببت في قطع الطريق الحدودي باتجاه بعض القرى في عدد من المحافظات لبعض الوقت، قبل أن تعود الحركة إلى وضعها الطبيعي بشكل تدريجي إثر نزول مستوى المياه. ويأتي ذلك على خلفية إعلان هيئة الأنواء الجوية عن حالة الطقس وتوقعاتها بتساقط الأمطار بكثافة وحوادث سيول وانخفاض في درجات الحرارة. يجري رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني زيارة رسمية إلى أمستردام في إطار توجه العراق لإنهاء مهمة التحالف الدولي، بالتزامن مع استعداد هولندا لترأس بعثة الناتو في العراق منتصف العام الجاري. ومن المقرر أن يبحث السوداني ملفات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التنمية والاستثمار والشراكة الاقتصادية. وبحسب بيان حكومي فإن الزيارة تتمحور حول تعزيز المباحثات العراقية الهولندية المتعلقة بإجراءات تشكيل المجلس المشترك للزراعة والمياه، إلى جانب تشجيع الشركات الهولندية للعمل في العراق والمشاركة في المشاريع الاستراتيجية وأبرزها طريق التنمية. في ظل جدل مستمر داخل الأوساط السياسية بشأن مستقبل التحالف الدولي، يفند البنتاغون الرواية العراقية مجددا، مؤكدا على أن مناقشات اللجنة العسكرية المشتركة لم تتحدث عن أي جدول زمني للانسحاب. البنتاغون يعيد الجدل مرة أخرى بشأن مستقبل قوات التحالف الدولي. تتضارب مواقف وتصريحات الجانبين العراقي والأمريكي فيما يتعلق بالمحادثات العسكرية الجارية بين البلدين. فمن جهة تقول بغداد إنها تهدف إلى إنهاء دور التحالف الدولي وجدولة انسحابه من البلاد، بيد أن واشنطن لم تتطرق إلى ذلك في مجمل تعليقاتها. بناء على محادثاتنا لم تتم مناقشة أي جدول زمني. مرة أخرى هي محادثات استشارية ونحن موجودون في العراق بدعوة من الحكومة كما أعلنا في وقت سابق عندما بدأت اللجنة العسكرية العراقية الأمريكية المشتركة عملها لأول مرة. هناك ثلاثة عناصر يتم أخذها بعين الاعتبار: التهديد الذي يشكله داعش، وقدرات قوى الأمن الداخلي، وبيئة العمليات. وبينما تتضارب البيانات بشأن وجود طلب لإنهاء مهمة التحالف الدولي من عدمه وتأثيرات ذلك، تقول واشنطن إن النقاش في اجتماعات اللجنة المشتركة يتركز على ثلاث نقاط لا غير، وهي تقييم التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي، وقدرات القوات المسلحة العراقية على مكافحتها، وأخيرا الظروف العملياتية على الأرض بحسب البنتاغون. المواقف المواربة وغير الواضحة إزاء ملف التحالف الدولي يعزوها مراقبون إلى تبرير الساحة الرسمية أمام الهجمات الأمريكية الأخيرة، في ظل ازدياد الخلاف بين الأطياف السياسية بشأن الملف الذي بات يشكل بؤرة جدلية. ومع أن الطلب العراقي بإنهاء مهمة التحالف الدولي على الأرض ليس جديدا، فقد بات يأخذ صدى أوسع في ظل حالة من الجدل والتناقضات في المواقف الرسمية بين البلدين، وسط توترات ومناورات قائمة بين الولايات المتحدة والفصائل. أمنيا أيضا، قال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية لواء خالد المحنة في حديث لبرنامج مع ملا طلال أنه لا توجد إحصائية رسمية بحجم السلاح المنفلت في العراق، مضيفا أن الداخلية اتخذت إجراءات استراتيجية بالتعاون مع الأمم المتحدة لشراء السلاح من المواطنين. الإجراءات اللي اتخذتها وزارة الداخلية
بنيت على أساس من استراتيجية وضعت بالتعاون مع الأمم المتحدة، المكتب المعني بمكافحة الأسلحة النارية. إحنا اليوم أي بلد بالعالم إذا يريد يخطي الخطوة الأولى، عليك أن تعرف حجم السلاح الموجود في المجتمع العراقي. حضرتك ذكرت أنه قضية ثقافية وتعود إلى عقود طويلة، لذلك ما ممكن أي شخص الآن يعطيك أي رقم، لأنه ببساطة ما حد يعرف إيش قد الأسلحة اللي موجودة بالمجتمع. وأكد المحنة أن العراق يحتوي على عدة أسواق سرية لبيع السلاح وتداوله، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستباشر بحملات تفتيش عن جميع الأسلحة غير المرخصة. أسلحة لها سوق، سوق سري، يعني هنالك تجار سلاح، هنالك كذا. المرحلة الثانية فيها تجديد، الشخص الذي يضبط معاه سلاح سواء خفيف أو متوسط يحال إلى المحكمة. لما أنت الدولة سمحت لك بحيازة السلاح وما قدمت، إذن أكو هنالك عنصر من عناصر إخفاء هذا الشيء، ولذلك راح يصير تجديد في العقوبة بالنسبة إلى القضاء، وراح يصير حملات كبيرة جدا وتفتيش واسع إلى كل مناطق البلاد. تسلم 10 محافظين المراسيم الجمهورية الخاصة بتعيينهم في مناصبهم عقب اختيارهم من قبل المجالس المحلية في المحافظات. بيان رسمي ذكر أن المراسيم شملت محافظتي بغداد ونينوى والأنبار والديوانية، بالإضافة إلى ذقار وكربلاء والمثنى وميسان والنجف وواسط. ودعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إلى تكاتف الجهود لدعم الحكومة بتنفيذ برنامجها في ترسيخ الاستقرار الأمني وتأهيل البنية التحتية وتحسين المستوى المعيشي للعراقيين. البرلمان يستعجل لتمرير قانون الحصول على المعلومة، ومخاوف من تقييد الحريات. هذا الملف بعد قليل، ابقوا معنا. يحاول مجلس النواب قراءة وتمرير قوانين جدلية، قوانين يراها مراقبون أنها تحرج الرأي العام وتضيق أكثر على الحريات. فبعد قراءة قانوني حرية التعبير والجرائم المعلوماتية، يأتي الدور على قانون الحصول على المعلومة، ما يثير المخاوف من تضييق الخناق على الحريات. قانون حق الحصول على المعلومة يعد من القوانين الجدلية، لكنه يطرح للقراءة في توقيت تختل فيه التوازنات نتيجة لأزمة خلو منصب رئيس البرلمان، فيما تتسبب الأزمة ذاتها بتعطيل قوانين أخرى مهمة، ما يثير مخاوف نيابية من استغلال الأزمات لمصالح خاصة. على مسرح السلطة التشريعية تمرر القوانين وتقرأ المشاريع وتسير الجلسات النيابية نحو طرق سياسية، بعيدا عن اختيار رأس السلطة التشريعية الذي لا يزال غيابه مؤثرا في الاتزان السياسي للمجلس، ما يقوي من موقف كتل سياسية على حساب أخرى في طرح مشاريع جدلية وتأجيل البت في مشاريع أكثر أهمية وصلة بحياة المواطن، وكان من المفترض أن يتم حسمها سريعا. إذا تم البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة، وكعادة المشاريع المرتبطة بالكلمة والمعلومة وسقف الحرية، تبرز مخاوف من استخدام عبارات مطاطة ونقاط جدلية قد تفسر بأنها تقييد للوصول إلى المعلومة أكثر من إتاحتها. نحن في حقبة الديمقراطية وتعدد وجهات النظر والرأي والرأي الآخر، لذلك ندعو يعني أصحاب القرار السياسي إلى فسح المجال لسهولة الحصول على المعلومة. أي تعابير أو أي مصطلحات قد من شأنها أن تعيق عمل الجهات الرقابية والجهات الإعلامية سوف نقف بالضد منها، وندعو إلى عمل يعني مؤسساتي شفاف وأن تكون المعلومة متاحة لدى الجميع. نواب تحدثوا عن إجراء تغييرات على القانون بعد المناقشة الثانية للمشروع الموجود في لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بالإضافة إلى اللجنة القانونية والنزهة، لضمان شفافية أكبر في بنود القانون
وتسهيل وصول المعلومة إلى الطالبين بها من جهات رقابية أو صحفية أو مدنية بعيدا عن الملاحقة القانونية أو المساس بالمعلومات والكتب السرية، سواء كان جدلية أو غير جدلية. سادة النواب واللجنة المعلية سيدلون بدلوة تغيير لصالح حرية الرأي والحفاظ على المعلومة وعدم سماح التجاوز على الخطوط الحمراء اللي مثل سيادة البلد، مال العام، علاقات، تحديد المحددات. أما الأسباب الموجبة فهي نشر مفاهيم الشفافية والنزاهة من أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية مع وجود فقرات عقابية في القانون تتضمن عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على عام وبغرامة مالية في حال نشر معلومة لا يجوز الحصول عليها أو الامتناع عن تقديمها. مناقشة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة أثارت الخشية في مجلس النواب من تمرير مشاريع القوانين باستغلال أزمة خلو منصب الرئيس وأثرها في اختلال التوازن السياسي لجهة دون أخرى. من داخل مجلس النواب، علي أسد، يو تي في. شدد نواب على أهمية سن قانون حق الحصول على المعلومة في مسار العملية الديمقراطية، مؤكدين عزمهم المضي بترصين التشريعات وضمان جودتها ودقتها، وخصوصا قانون حق الحصول على المعلومة بشكل جدي لترصين التشريعات بشكل عام وضمان جودتها ودقتها، وخصوصا في مجال حرية التعبير، عدا قضية الإذن في قيام الفعالية وضرورة فسح المجال أمام المعلومة العلنية، لا يوجد إمكانية لقضية استغلالها من أي طرف آخر بما فيه المواطن. قانون حق الحصول على المعلومة هو ينسجم مع طبيعة النظام الجديد الديمقراطي المبني على أساس الديمقراطية والحرية والشفافية، الذي يمنح المؤسسات الرقابية والمؤسسات الإعلامية والصحفية وحتى الشعب العراقي الحصول على المعلومة التي يريدها من أيا كانت هذه المعلومة. لأسباب أرجعتها إلى تغيير سياستها الاستثمارية، لن تمضي شركة شل قدما في مشروع النبراس للبتروكيماويات في البصرة معلنة انسحابها رسميا، فيما يقرأ خبراء الطاقة في الانسحاب رسالة بأن بيئة البلاد غير مشجعة على الاستثمار. بناء مصنع للبتروكيماويات في البصرة يحمل اسم النبراس، صفقة تهاوت بعد إعلان شركة شل عملاق الطاقة في العالم انسحابها من المحادثات مع العراق لأسباب ترتبط بتغيير سياستها في الاستثمار بهذه الصناعة، مع تأكيدها الاستمرار بدعم المشروع عبر شراكتها بتطوير شركة غاز البصرة بوصفها مستثمرا رئيسا. الحكومة سارعت إلى توجيه وزارتي الصناعة والنفط بدراسة خيارات تتلائم مع الواقع الجديد للغاز بعد توقيع العقد الاستثماري مع شركة توتال الفرنسية. مع ذلك يقرأ مختصون في انسحاب شل رسالة تحمل صورة قاتمة عن البيئة الاستثمارية هنا. انسحاب هذه الشركة التي تسيطر على حصة سوقية كبيرة في مجال الطاقة من المؤكد سوف يكون له تأثيرات على الاقتصاد العراقي، ويعطي رسالة إلى الشركات العالمية الأخرى أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية غير صالحة للاستثمار. أما من ناحية إيجاد البديل، أكيد هناك بدائل متاحة لكن لربما لا تكون بمستوى الأداء التي تعمل بها الشركات العالمية. ويعود تاريخ مشروع النبراس إلى عام 2015 حين وقعت شل مع العراق صفقة مبدئية بقيمة 11 مليار دولار لبناء مجمع للبتروكيماويات ينجز في 6 سنوات، من شأنه جعل البلاد من أكبر منتجي هذه الصناعة في الشرق الأوسط. لكن المشروع الآن عاد إلى نقطة الصفر، ليبقى العراق معتمدا على الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية التي تعاني من تقادم في معداتها المستوردة
منذ سبعينيات القرن الماضي. وسائل الإنتاج الموجودة بالمعمل تعتبر متخلفة مقارنة مع ما موجود بالعالم من طرق إنتاج حديثة، فأكيد استخدام نفس المعمل معناه أنه راح تنتج مواد رديئة، إضافة أنه كمية الإنتاج ما تعتبر بها وفرة اقتصادية من ذات حجم الاقتصادي، فأكيد عملية الاستثمار وجلب مستثمرين وإعادة هيكلة المعمل، استخدام وسائل إنتاج حديثة المتوفرة اليوم بالعالم، فأكيد راح ينتج بشكل كفو. فرصة إنشاء مصنع للبتروكيماويات في العراق ما زالت قائمة، لا سيما مع ما يمتلكه البلد من احتياطات كبيرة من النفط والغاز تؤهله ليصبح مركزا دوليا للصناعات البتروكيماوية. صناعة البتروكيماويات في العراق تحتاج إلى خطة تنموية شاملة لتعافي هذا القطاع من جديد، كونه يمر في أسوأ مراحله بسبب تقادم وتوقف معظم خطوطه الإنتاجية. سعد قصي، UTV، محافظة البصرة. قال وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب أن انسحاب شركة شيل من استثمار غاز العراق يمثل رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن السياقات الحكومية الحالية لن تمكن البلاد من الوصول إلى إنتاج 8 ملايين برميل يوميا في عام 2027. انسحبت شيفرون، انسحبت، واليوم شيل تنسحب من هذا العقد الضخم. شنو طبيعة الرسالة اللي توجهها الانسحابات للمجتمع الدولي؟ الرسالة انه رسالة سلبية، البلد غير جاذب للاستثمارات الكبرى، ومسألة انه العراق ان يكون له دور فاعل في تأمين ملف الطاقة على المستوى المحلي فضلا عن المستوى الدولي هو بعيد المنال. هذه هي الرسالة. خطة الحكومات العراقية ان يوصلون الى 8 مليون برميل بعام 2027 يعني ليست مستحيلة، صعبة ولكن ليست مستحيلة، ولكن ليست بالسياقات الحالية. وأشار الخطيب إلى إخفاق العراق بالتوسع في استثمارات النفط والغاز، لافتا إلى أن صراعات الفصائل ومعقبة المصارف أسهمها في عزوف الشركات الاستثمارية عن العمل في العراق. لم نحسن التوسع في هذه الاستثمارات بشقيها، المشاريع الصناعية والتحويلية والمشاريع الاستخراجية. المشاريع الاستخراجية كانت محددة، مستثمرين من يشوفون صراعات العشائر وصراعات الفصائل وقصف منا ومنا ودرونات الطير ومصارف أكثر من 26 مصرف معاقب، وهنالك عقوبات كثيرة تلوح في الأفق، وهنالك عملية سياسية منغلقة على نفسها وتفكر بالملف الاقتصادي بثقافة الدولة الاشتراكية. شنو تريدهم يعني يبقون؟ 3 محطات لطريق التنمية في صلاح الدين هي سامراء وتكريت وبيجي، ليمثل هذا المشروع الاستراتيجي إضافة اقتصادية تنعش المحافظة وتخلق كثيرا من فرص العمل. بعد بغداد والبصرة ومدن جنوبية أخرى، تنضم صلاح الدين إلى طريق التنمية الدولي لتصبح 10 محافظة يمر من خلالها هذا المشروع الاستراتيجي وصولا إلى الموصل وفيشخابور. يمثل المشروع نقلة مهمة للمحافظة لما يشكله من مردود اقتصادي كبير، إذ تحتوي صلاح الدين على 3 محطات رئيسية للقطار موزعة في سامراء وتكريت وبيجي. مروره في صلاح الدين سيشكل نقطة إيجابية كبيرة وتحول كبير، ونحن ننتظر إن شاء الله أن نتقدم هذه الخطوة في محافظة صلاح الدين بالتوقيع على محضر هذا الطريق الذي بالتأكيد سيحتوي على طرق برية وعدة مسارات، وكذلك أيضا تطوير سكك الحديد لنقل البضائع. تبلغ السرعة التصميمية لقطار المسافرين نحو 300 كيلومتر في الساعة و140 كيلومترا
للبضائع، وهذه السرعة ستدخل في العراق للمرة الأولى، فيما أكدت مصادر ليو تي في إن زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى المحافظة جاءت لمتابعة ملف خطط التنمية والاطلاع على التهيئة الأمنية قبيل الشروع بإنشاء الممر. هذا الخط سوف يشكل طفرة نوعية، احنا ما نحكي فقط على محافظة صلاح الدين، راح يشكل طفرة نوعية لجميع محافظات العراق، لا سيما يربط بين البصرة ومنطقة فيش خابور. اما ما يخص محافظة صلاح الدين، استشهد ان شاء الله جانب اقتصادي، تطور اقتصادي ما يخص عملية النقل، نقل البضائع كان يكون او نقل الموارد الموجودة داخل العراق. طريق التنمية سيختزل الوقت ويقلل الجهد والكلف، فضلا عن أن مروره بصلاح الدين سيخلق فرص عمل ونشاطا استثماريا ويمنح المحافظة مردودا ماليا، بالإضافة إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية. من صلاح الدين محمد قادر، يو تي في. ناقش برنامج الحق يقال إعلان المشروع الاستثماري لمترو بغداد وقطار كربلاء النجف السريع، وتباينت المعلومات عن العقد الاستشاري، وتحدث الضيوف عن التدخلات الإدارية السابقة التي عرقلت إنشاء المشروع. قمنا بدراسة لمجموعة من الشركات وليس لهذه الشركة فقط، وجدنا الموديل مع هذه الشركة ناجح بسبب طبيعة المنطقة اللي كانت هذه الشركة تعمل فيها في كوالالمبور والمدن الماليزية التي تقارب بالكامل يعني وضع مدننا في العراق من ناحية الزحمة وثقافة المجتمع وطبيعة الشوارع، وأيضا هنالك خبرة كبيرة لهذه الشركة لأكثر من 42 سنة في مجالات البنية التحتية والقطارات في أكثر من 20 دولة بالعالم. فالصراع بين أمانة بغداد ووزارة النقل ومحافظة بغداد آل الصراع هذا دون وجود مرتسمات حقيقية ومخططات حقيقية، فالشركات اللي أتت للعراق سابقا أخذت فلوس وقعدت وهاي ما طوها معلومات حقيقية، وهي قالت ما طوني معلومات وشردت هاي الشركات تركت العمل وغادرت، فصراعنا الإداري سبب عدم وجود هذا المترو سابقا. كنيسة الطاهرة القديمة للسريان الكاثوليك تذكرها المصادر التاريخية لأول مرة عام 1672، نالت العمليات العسكرية من 80% منها ليعاد إحياؤها بإشراف اليونسكو بعد التحرير، إذ بلغت نسبة الإعمار حالياً 90%. تحت إشراف مباشر من فرق إيطالية مختصة بصيانة وترميم الآثار، تعمل سورا وزملاؤها في إعادة تأهيل الفرش الموصلي القديم في كنيسة الطاهرة وحوش البيعة في قلب الموصل القديمة. طبعا هذا الشغل أول شيء بالعراق يصير، أنه يجي فريق إيطالي يدرب مجموعة متدربين عراقيين، علمونا شلون نعيد ترميم الفرش الموصلي القديم، شلون نطلع رسومات قديمة، لأنه لقينا كثير رسومات قديمة صار لها سنين صابغين فوقها، يعني صبغ عدة طبقات. من نسبة دمار وصلت إلى 80% إلى نسبة إعمار تجاوزت 90%، يستمر العمل في المرحلة الثالثة والأخيرة من عمليات إعمار وإعادة كنيسة الطاهرة التي كانت من أبرز محطات زيارة باب الفاتيكان خلال زيارته التاريخية إلى الموصل. الكنيسة تعرضت لأعمال تخريب أثناء سيطرة داعش، تقريبا 80% كان المبنى مهدم. الحمد لله احنا في مراحل نهائية من المشروع، وصل نسبة الإنجاز 90%، ومن المقرر إعادة فتح هذه الكنيسة بالأشهر القادمة إن شاء الله. اتفاقيات عديدة وقعها العراق مع منظمات ومتاحف دولية لإعمار ما دمرته الحرب من آثار وما هشمته أيادي التنظيمات الإرهابية من مبان وقطع أثرية وتاريخية. I'm here on behalf of UNESCO for UNESCO. هذا المشروع هو جزء من مشاريع اليونسكو لإعادة إحياء روح مدينة الموصل. نحن فريق من المحافظين على التراث، نعمل هنا في الموصل، نشرف على تدريب الكوادر ونهتم بإعادة المرمر الموصلي وحجر الفرش الموصلي إلى وضعه الطبيعي كما كان في السابق. To work with us and to be trained.
وتشهد عدة كنائس ومساجد ودور تراثية وتاريخية إعمارا وإعادة ترميم مستمرة منذ أكثر من 6 سنوات لإعادتها إلى ما كانت عليه في السابق باعتبارها جزءا مهما من التاريخ الإنساني. من الموصل محمد سالم، UTV. وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الثانية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.